السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. قلنا نعمل بقى شوية فريك، فريك كده طاجن أو فريك بقى كده زي الرز بطريقة حلوة قوي وروعة. دلوقتي حطينا معلقتين سمنة ومعلقتين زيت، ونزلنا ببصلاية كبيرة. هنعمله كده جميل، هنسقي الشوربه، احلى شويه فريك بالشوربه. واحنا نقعنا الفريك اهو ما شاء الله عليه، نقعنا في ميه سخنه عشان يطرى كده، يقعد 10 دقايق او ربع ساعه، واول ما يبوش كده ونمسك الحبايه لانها استوت، هنلاقيه استوت كده شويه طريت يعني، هنقوم عاملين احلى شويه فريك، ولا احلى ولا اروع. عايزه احط فيها كبد وقوانص، انا هنكتفي كده بس ايه بمفلفل كده بدل الرز، يعني بدل الرز هتحطيه جنب الاكل، جنب باميه، جنب اي حاجه، جنب سمبوسه، جنب لحمه شرايح كده، اي حاجه تحطيها جنب بالشكل ده. هندبل البصلايه وهنشوف هنعمل ايه. نسبى ونطرد يا ابي ونباد، فالى متى يتطاول الاوغاد، والى متى تدمي الجراح قلوبنا، والى متى تتقرح الاكباد. نصح على عزف الرصاص كاننا زرع وغارات العدو حصاد. صفيناها اهو تري خلاص بالشكل ده عشان حطيناها في ميه دافيه اهو، والبصلايه صفرناها شويه حلوه كده عشان تخليه مسكر وجميل اهي، مش زي الذهب كده، ما تبقاش بيضة قوي ولا تبقى محروقه قوي. هنحط الفريك اهو، ولا احلى ولا اروع، طريقة سهلة وجميلة. بدل الرز بقى، بدل سمنة عصفور، بدل الفريك، بدل ما شاء الله ما شاء الله عليه المكرونة، تغيير يبقى جميل جنب الأكل كده يبقى لذيذ، جنب شوية سمبوسة، جنب شوية ستيك بانيه، جميل، حاجة سهلة وخفيفة وروعة أهو. نقعد نشوح فيه كده دقيقتين، وبعد كده تحطي له شوية شوربة أو شوية مية وواحدة مالي، بيبقى عسل نحل، ولا أحلى ولا أروع، أحلى شوية فريك. شوحناه بالشكل ده، شوحي فيه كده أهو لغاية ما يبقاش فيه مية خالص أهو، نفلفل كده، نرش له شوية فلفل، الفلفل أسمر بالشكل ده. عايزه تشيل فرخة تشيليه، عايزه تاكليه زي رز مفلفل كده، عايزه تشيليه برضه، عايزه تشيليه اللي تشيله برضه ايه تحفة تحفة. ودلوقتي هنسيب بقى شوربة أو مية اللي عندك، اللي عندك هنستخدمه. دي شوربة حلوة سمينة ايه بالشكل ده، سقينا بيها، هنخليه يغلي غلوتين معاملة الرز، وبعد كده نوطي عليه، ولا أحلى ولا أروع. بص على الفريك ما شاء الله عليه اهو، أحلى فريك بيشرب اهو معاملة الرز، هتعمليه معاملة الرز خالص اهو، هيشرب ونوطي عليه. الفريك خلص بالشكل ده، ولا احلى ولا اروع، احلى طبق فريك بشرايح اللحمه، روعه روعه روعه، واحلى سمبوسه، واحلى طبق بامية، روعه روعه روعه.
احلى شويه فريك بالشكل ده، روعه. احلى شويه فريك بشرايح اللحمه.